حيتاش عن بعد ما تيكونش بحال اللي كتكون في القسم مع الاستاذ فهمتي كيكون داك التفاعل بين الاستاذ والتلميذ ماشي بحال عن بعد. بعض المرات كتمشي كونيكسيون، بعض المرات ما كيكونش عندك الويفي ولا ما كتكونش في الدار وصافي، وكيكون داكشي مخربق ماشي بحال في الحضوري. لا كل واحد ياخذ الاحتياطات ديالو ويعقم ويدير البافيت ديالو. انا كنت نقرا في بريفي اول عام نقرا في الحكومه، صافي ما بقيت باغا نقرا في البريفي حيت صافي كنشوف باللي ما كاينش شي فرق، اللي باغي يقرا غادي يقرا في المكان. اختاري التعليم حضوري. الصراحة حيت أنا إلا كنت في الدار وبغيت نقرا التعليم حضوري عن بعد ما غاديش نعرف هذا نقرا عن بعد، وغادي نبقى نضيع في وقتي وغادي يضيع لي العام كامل. هذا الشيء علاش أنا اختاريت الحضوري، حيت نستافد أكثر منه في قاسم وشحال من حاجة تكون زوين. وما خايفينش من كورونا حيت أنا اختاريت التعليم الحضوري؟ هي خايفين وما خايفينش واحد لقيتي، الا كنتي واخد الاحتياط ديالك راه ما غاديش تخاف، ولكن الا كنتي كتجمع وتعانق راه ضروري خص دير الاحتياط ديالك. اختاريت انا حضوري علاش؟ حيت انت دابا لاخرت في الدار مثلا، نقول لك شكون يقرينا؟ الاساتذه ضروري يجيك ميساج انستغرام ولا في واتساب تدخل تشوف. وثاني حاجه عاوتاني، انت مثلا يكون استاذتي صرح تبغي تسول الاستاذ على شي حاجه ما تلقاش كنت تسول، حيت راهي في انترنت تيهضر وانت ما تتهضرش معاه. اذا في المدرسه لا 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 بغيتي تسول شي حاجه راه تقدر تواصل مع الاستاذ ويقول لك هذه، حيت لا هذاك الاستاذ اللي يشرحك في الانترنت يشرح بواحد الطريقه يفهمها الاخر انت ما تفهمهاش ولا العكس. اختاريت التعليم الحضوري حيت كنفهم اكثر في القسم، والا كنت قريت في التليفون ولا في شي حاجه كاع ما نكون فهمتك بحال في القسم، كاع كيعطيو لك الخاطر كيصيفطوا لك لي لوسون نيشان كتكتبهم وصافي، ما كيشرحوش شي حوايج لان كتفهمك بحال في القسم. يعني ما كيكونش داك التجاوب ما بينكم ما بين لي بروف ولا حتى ما بين لي كوليك ديالكم؟ وي كتجي غير كتصيفط لك الدرس شي مرات كاع ما كتشرح لك، شي مرات الا شرحات لك راه تقدر دير معاك مزيان، اما اغلبيه ما تشرحش الاستاذ. التعليم حضوري شنو اللي خلاكم؟ ما كنقدرش نفهم مزيان عن بعد، كيصيفطوا لنا الدروس داكشي كيصيفطوا لنا كيحاولوا يشرحوا لينا ولكن حنا ما كنقدروش نفهموا منهم، كيوصلوش لنا كيف ما كان بغاو كيف ما في القسم. حنا هاد العام داخلين وما عرفناش هاد الفيروس هذا فين وصلنا زعما هاد الحاله هادي، ولكن هاني القرايه هي الاولى وحنا درنا التعليم حضوري نشوفوا الحاله الوبائيه كتكون، الا كان الاكتظاظ وداك الشيء راه نختاروا التعليم عن بعد، حيت راه باينه راه ما قرينا حتى حنا في المدرسه عاد نقراو عن بعد عادي، راه حجم عن بعد راه ما نفهموش مزيان وداك الشيء. لاحظنا بزاف، واخا هكاك دابا كاين الاكتظاظ، واخا تقول لك تباعد داك الشيء كاين الاكتظاظ وما منظمينش، خصهم التنظيم وداك الشيء. دابا راه يدوز الفيروس بيناتهم، القسم قال لك 10 يكونوا كل واحد في الطاوله، هادشي اللي سمعنا واش يكون بصح واش يتطبق ما عرف. لا مازال قالوا لنا تنهار الاربعاء ان شاء الله. التعليم الحضوري على اساس سميتو حتى في التعليم عن بعد ما كنشدوش بزاف د الحوايج، داكشي علاش. انتما ما عندكمش تخوف واش لاحظتوا شي فرق ما بين كاين تخوف وكلشي، ولكن عاوتاني عن بعد كتجي شي شويه ما كنقراوش بزاف، كاين اللي كيديروا الضجيج وداكشي باش ما كنقراش، داكشي علاش. جاتني بالنسبه ليا بلا التعليم الحضوري هو انسب طريقه باش نقرا وباش نستافد بزاف د الحوايج، حيت التعليم عن بعد راه ما تنقراو ما حتى شي حاجه، يعني ما كاين اصلا ما كاينش اساسيده بزاف اللي غنقراو، كيقراونا غير قليل وبزاف د الحوايج ماشي كنصحونا باش نديرو هاد الشيء هاد التدابير الاحتياطيه، نكملو في التدابير الاحتياطيه ديالنا ان شاء الله باش نكملو المسيره الدراسيه ديالنا مزيان. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.